متابعينا السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بلو إكسيرونس. اليوم سنتعرف على أسباب غلق مصنع جلوفيز بباتنا التابع لمجمع جلوبال جروب الذي يقوم بتركيب السيارات علامة كيا بباتنا. قررت الشركة تعليق كل النشاطات بمصنعها الكائن بولاية باتنا إلى أجل غير مسمى حسب بيان للشركة، وجاء هذا القرار بعد احتقان الوضع الذي ولدته الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الشركة في ظل عدم تجديد المقررات التقنية واستمرار الوضعية الحالية لمدة فاقت 6 أشهر، وهذا ما أرغم الشركة للجوء إلى تطبيق كل إجراء نص عليه القانون للحفاظ على ديمومة نشاطها مع أقل ضرر يمكن أن يصيب مناصب الشغل. ووفقا لهذه المقاربة بادرت الشركة بتطبيق بعض الإجراءات التي نص عليها قانون العمل للحفاظ على مناصب الشغل، بما في ذلك البند 6 من المادة 7 الذي ينص على إمكانية لجوء الشركة إلى تقسيم العمل والعمل بالتوقيت الجزئي. ولجوء الشركة لتقسيم العمل والعمل بالتوقيت الجزئي هو إجراء وقائي سمح به القانون كآخر ملاذ للحفاظ على مناصب الشغل في انتظار تحسن مرتقب للأوضاع. ولكن قولبت هذه التدابير الاستثنائية برفض بعض المحرضين من العمال المتعنتين على الحفاظ على مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، إذ تقدم هؤلاء بعريضة مطالب خيالية ضاربين عرض الحائط ما ينص عليه القانون ومتجاهلين في نفس الوقت الوضعية الاقتصادية الصعبة للشركة وللقطاع العام حسب ما جاء به نفس البيان. هذا الموقف جعل قرار غلق المصنع لأجل غير مسمى أمرا حتميا في ظل تصعيدات خطيرة أصبحت تهدد أمن الأشخاص والممتلكات. وفي ظل هذا السياق تندد الشركة وبقوة لجوء بعض المحرضين من العمال إلى كل أشكال العنف والممارسات التي من شأنها تأجيج الوضع، كما تعلن أنها اتخذت كل الإجراءات الإدارية والقانونية للحد من كل تصرف غير مسؤول من شأنه المساس بديمومة الشركة وبأمن عمالها وممتلكاتها. ومن جهة أخرى وحسب مصادرنا فإن قرار تقليص وتيرة العمل جاء بسبب اقتراب نفاذ قطع التركيب سيكادي. لعدم المخاطرة بغلق المصنع تم اقتراح تناوب العمال شهر بشهر، ولكن كما هو موضح في البيان لم يلقى هذا الاقتراح ترحيبا من طرف بعض العمال، ما أدى إلى الوصول إلى الأوضاع الحالية. متابعينا هذا ما جاء به بيان شركة كيا بباتنا، ونشكركم على حسن المتابعة ونلتقي في فيديوهات أخرى. إلى اللقاء.